عبد الله. والله العظيم هم اقول لك والله كرف شوفوا يا شباب بالنسبه للثراسيك فيرتبري، الثراسيك فيرتبري لها تقسيمه زيها زي بالظبط الريبس، فاحنا بنلاقي فيه جزء بنسميها تيبيكال ثراسيك فيرتبري وفيه مجموعه فيرتبري بسميها اي تيبيكال. بالنسبه للتيبيكال والتيبيكال في فيتشرز بنسميها كومن فيتشرز بتغطي كل الفيرتبري. الفيتشرز دي بيبقى عندي بودي في كل فيرتبري، بودي بيختلف طبعا في منطقه السيرفايكال عن منطقه الثراسيك عن منطقه اللمبر. انا شغل النهارده على منطقه الثراسيك، بس هو شكله في منطقه الثراسيك بيبقى شكله هارد شيل. حد معاه قلم يا جماعه؟ احمد معكش حد؟ انا خدت منك قلم عندي في الاوضه على فكره. نعم موجود؟ اه مع موجود. لا حد قلم دلوقتي. انت هتتصل على احد هوديك البحر واجيبك على الشارع. عارف الواحد يا لا انا قصدي عندي يعني بس. عشان ما فيش بتعمل حاجه. بص كده كلكم هتشوفوا ولا؟ ايه هو عموما في اي فيرتبري، اي فيرتبري اللي انا هعمله الوقت ده هيبقى كومن فيتشرز فيه. فكل فيرتبري هيبقى لها بودي، البودي بتاعها في منطقه السوركس بقول لكم بيبقى شكله الى حد ما ايه؟ هارت شيب. واد اسكت يا واد يا واد. ده البودي. بيبقى كل فيرتبري ليها حاجه بيسميها بيديكل. بيديكل. البيديكل ده همشي معاه هيوصلني لبدايه الترانسفيرس بروسيس. ترانسفيرس بروسيس. بعد كده في عندي حاجه اسمها لامينا. شريحه. بقول لامينا. وتلتقي الاثنين لامينا مع بعضهم يعملوا حاجه اسمها ايه؟ سباين. والسباين ده الترانسفيرس بروسيس والبودي مختلف. في منطقه السيرفايكال هلاقي له شكل انا مالي علاقه الوقت الا بمين؟ الثراسيك. في الثراسيك بقول انا عندي بودي، عندي اثنين بيديكل، البيديكل بيتجه الى نقطه، في النقطه دي هي التقاء نهايه البيديكل مع نهايه ما تسمى بايه؟ سمينا دي ايه؟ لامينا. والترانسفيرس بروسيس. الجزء اللي هو بنسميه بيديكل ولامينا على كل ناحيه ده بيسموه نيورال ارش، كل واحد منهم زي قوسين هلالين. ده نيورال ارش وده نيورال ارش لانهم بيحيطوا بما يسمى السباينال كانال اللي بيبقى فيها السباينال كورد وده نيورال سيستم. القصه بتاعتنا في منطقه الثراسيك بتتركز في ان البودي فيه عليه حاجات، ان الترانسفيرس بروسيس عليها حاجات. ايه الحاجات اللي بتبقى موجوده هنا تميز الفيرتبري اللي هي الثراسيك عن بقيه عن باقي الفيرتبري؟ ان منطقه الثراسيك فيها ريبس، والريبس زي ما اتفقنا قبل كده بيبقى من الخلف. إذا كان ده الهيد، ده النك، ده التيوبريكل، ده الشافت. النهارده كلامي في الجزء في الخلفي، أنا بقول إن كل ريب كان بيتنفصل مع كام فيرتبري؟ مع اثنين فيرتبري، فكل فيرتبري هتلاقي عليها إيه؟ فاسيت. فاكرين الفاسيت؟ نعم. وقلنا إن كل ضلع بيبقى عليه كام فاسيت؟ الضلوع اللي هي التيبيكال، كان عليها اثنين لأنه بيتنفصل مع فاسيت للفيرتبري اللي بتحمل رقمه ولا اللي قبلها؟ اللي قبلها. لكن اللي بتحمل رقمه يعني ده لو تسعه يبقى دي كام؟ تسعه ودي كام؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ اذا في ميزه في منطقه الثراسيك فيرتبري ان بلاقي على البودي بصمات للريبس. البصمه اسمها ايه؟ ديمي فاسيت. تختلف بقى. والله لو انت بشوفها فين؟ بشوفها على السايد. يعني لو دي فيرتبري كلنا شايفينها اهي. دي فيرتبري ده البودي بتاعها بيبقى امامي، السباين بيبقى خلف زي ما احنا عارفين. شايفينها كلكم دي ولا لا؟ ببص عليها كده وباجي لها من الجنب. اذا كان ده البودي ده السباين، الجنب من الخلف. ما احنا قلنا ده انتيريور. امشي كده مع البودي، جيت على السايد، اخر السايد اهو في المنطقه دي عندي مين؟ الحته اللي طالعه من يعني انا قلت لكم دلوقتي بصوا كده على الصوره. اذا كانت ده البودي، حته العظمه اللي متصله بيها مباشره اسمها ايه؟
بيدك اسمها ايه؟ اسمها بيدك. امال دي اسمها ايه؟ لامينا. يعني ده بيدك. هعرفهم من بعض ازاي؟ بص على الترانسفيرس بروسيس، الجزء من الترانسفيرس بروسيس يمشي معاه للاخر. الجزء اللي هيوصلك للبودي اسمه بيديكل، الجزء اللي هيوصلك للسباين اسمه لام. وصلت ولا لسه؟ طيب ابص على السايد بقى اللي انت بتتكلم عليه، السايد بتاعها همسكها فيرتبرايه زي دي كده، وهاجي اقول اذا كان ده السايد بتاع الفيرتبري ودي الجزء اللي هو بتاع البيديكل اللي خارج ده لاترال فيو. ايوه لا هيوصلني هنا الى البوينت اللي هيطلع من عندها ترانسفيرس بروسيس، صح ولا لا؟ وبعد كده هلاقي هنا مين؟ السباين. هاجي هنا تاني ادي السايد، في نهايه السايد وقرب البيديكل هلاقي فيه ديمي فاسيت وديمي فاسيت، واحد ناحيه الابر بوردر واحد ناحيه مين؟ اللور بوردر. وطبعا الفيرتبري دي فيها واحد هنا برضو واحد هنا عشان الرب اللي بعده عشان الرب وهكذا. فاهمين الكلام ولا لا؟ فلو لقيت على الفيرتبري اثنين ديمي فاسيت، واحد ناحيه الابر بوردر واحد ناحيه اللور بوردر، بسمي الفيرتبرا دي ايه؟ تيبك. سميها ايه؟ لو جيت على السايد اوف ذا فيرتبري، وانا عارف اني بتكلم بسرعه لكن ركزوا معايا لان مفيش وقت، اذا جينا على السايد اوف ذا فيرتبري دي ولقيت عليها كومبليت فاسيت ونص فاسيت بقت ايه؟ تيبك. واذا جينا على اينا فيرتبرايا زي دي لقينا عليها كومبليت فاسيت بقت ايه؟ تيبيكال. اللي هلاقيها عليها واحد ونص دي هتبقى الفيرست، لان الفيرست لما تبص اذا كان افترضنا ان دي مثلا اذا كانت دي تي 1 اللي هي الفيرتبري نمره واحد بيجي لها كلها ويتمفصل معاها الرب نمره كام؟ واحد. وتيجي الضلع الفيرتبري 2 يقوم الضلع نمره 2 يخش بقى بلعبته، يبقى في ديمي وديمي، خلى دي بقى فيها واحد ونص ودي نص، وهيجي الدرب الثاني يبقى فيه نص وهكذا. انا قلتها بشكل مختصر بس متهيألي واضح. يتبقى علينا ان انا اعرف الوقت مين هم بقى الاي تيبيكال ثوراسيك فيرتبري نمره واحد واخر اربعه اللي هو 9 و10 و11 و12، وفي بعض الروايات 10 و11 و12، وفي روايه اخرى 11 و12، انما الراسي علينا 9 و10 و11 و12. واضح؟ واحد ايه اللي خلاها تيبيكال؟ ان على السايد اوف ذا فيرتبري من عند 2 لغايه 8 نص ونص، 9 و10 و11 و12 طيب حاجه. الحاجه الثانيه ابص على الترانسفيرس بروسيس، انا قلت لكم قبل كده اذا افترضنا ان ده ريب مثلا، كل ضلع من دول له تيوبريكل صح؟ وكل فيرتبري من دول ليها جناح طالع كده اسمه ايه؟ ترانسفيرس بروسيس. هناك تمفصل ما بين فاسيت على التيوبريكل وفاسيت على نهايه الترانسفيرس بروسيس، اسمه ايه المفصل اللي بيتعمل هنا؟ اسمه كوستو ترانسفيرس. اذا هبص على كل فيرتبري على الترانسفيرس بروسيس بتاعها على مين؟ ابص على نهايته خالص عند التيب بتاعته الاقي عليها ايه؟ الاقي عليها ايه؟ فاسيت. الفاسيت اللي على نهايه الترانسفيرس بروسيس ده بتاع مين؟ بتاع التيوبريكل بتاع الريب. وهذا ما يميز الثوراسيك فيرتبري. يبقى في كام حاجه ميزت الثوراسيك فيرتبري؟ كذا حاجه، انما اهم حاجات عندي ان جسمها عليه فاستات، سواء بقى واحد ولا واحد ونص ولا نص ونص، لكن عليه فاستات. والترانسفيرس بروسيس بتاعها عليه فاست. اما لما اجي على السيرفايكال فيرتبري لا هلاقي على البودي ولا على الترانسفيرس، لما اجي لللمبر فيرتبري لا هلاقي على البودي ولا هلاقي على الترانسفيرس، صح؟ مش محتاج حاجه تحت. طيب اللي بيخليني اقول ان دي ثوراسيك فيرتبري كمان، ما يميزها؟ السباين بتاعها. السباين بتاعها في منطقه، لو بتبصوا على اي فيرتبري متركبه هتلاقوني في الاول خالص في منطقه الثوراسيك اخر فقره سي، هتلاقوا السباين بتاعها بارز اكتر. السباين بتاعها بيبقى ترانسفيرس اللي ماشي كده زي في الظهر زي الشوكه. حتى لو احنا نسوي بالبيشن اخر حاجه الاقيها عاليه جدا في قفايا من تحت كده دي 7 معايا. بعد كده يجي وراها السباين بتاع كام؟ تي 1. تي 1 صح ولا لا؟ وكل ما انزل لتحت الاقي يتحرك من الشكل الترانسفيرسلي اللي هو ماشي زي ما كان سي 7 ماشي ترانسفيرسلي، الاقي بقى ماشي ايه؟ اوبليك 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 لغايه ما اجي في الاخر الاقي بقى ايه؟ فيرتيكال. يعني شايفين السباين ده ماشي ازاي؟
لو انا في منطقه السيرفايكال اخر السيرفايكال كان هلاقي كيف كيف كده معايا، وتي واحد كده، تي اتنين كده، وهكذا كل ما انزل الاقيه اوبليك 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 لغايه ما اقرب لغايه 9 و10 و11 و12 تلاقيه ايه لحد ما بقى ستريت فيرتيكال، وبعدين اخر ما اقرب على اخر فقره الاقيه بعد ما كان فيرتيكال يرجع يبقى ايه اوبليك ثم ترانزفيرس تاني، ويتميز بحاجه في منطقه الثوراسيك فيرتيبري الاقيه زي ما انتم شايفينه كده نارو نارو، انما في منطقه اللامبر بيبقى برود وثيك وشورت، ده طويل في منطقه اللامبر بايه اهو. يعني مثلا لو رسمته هنا بالمنظر ده كده سباين بتاع ثوراسيك فيرتيبري مثلا هيكون زي ده، لو دي لامبر فيرتيبري يبقى عامل كده برود، ولما تمسك السكنس بتاعته لقيه سك، لكن للاسف هو مش جايب لي هنا ولا واحده لامبر فيرتيبري، لكن بصوا لي فين. لا 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 سيبك من ده، انا عايز حاجه في ايه سهله سهله. بصوا لي على الفقره دي كده، ايه رايكم فيها؟ بصوا على البودي، ركزوا فيه، بصوا لي على البودي ده كده اصفر هذا كبادي، دي تديني ايحاء انها قربت لاخر الفيرتبرال كولم، لان كل ما بنزل مع الفيرتبرال كولم بتاع كل ما قاعده البادي بتزيد عشان البودي ويت هيتحملها. فدي لما اشوفها اقول ايه؟ انت شكلك لمبر يرحمكم الله، ولا بيقولوا عليها ايه؟ ما اعرفش ده يسموها ايه. كل ما منزل لتحت بلاقيها كبرت، فانا لما اشوفها كده بصوا كده ركزوا، انتوا قلتوا لي البودي كبير، طب بصوا لي على الترانزفيرس بروسيس بتاعها وقارنوه من الترانزفيرس ده، الترانزفيرس ده وده قصير. نعم. طب بصوا لي ايه رايكم في السباين ده والسباين ده؟ لا الشكل حتى اوبليك سن بوينتد، انما ده بوينتد ده برود، فيديك ايحاء ان الفقره دي ايه؟ لامبر. الحكم الوقت فيها ان دي لامبر لامبر ولا ثوراسيك اول اللامبر، يعني ايه ثوراسيك؟ يعني تي 12 مثلا او 11، ايه الحكم ان انا اقول ان دي ثوراسيك بالرغم ان هي بقت شبه اللامبر؟ ابص على الفاسيت اللي في الجنب، لو لقيت فاسيت على البودي بقت ثوراسيك في الاخر، طب هلاقي عليها اتنين ديمي ولا هلاقي عليها فاسيت كبير؟ يخلينا اقول والله بالله طالله دي يا 11 يا 12 لانها شكل اللامبر، مش كده ولا لا؟ انا ما بقزمهاش معاكم في الامتحان للدرجه دي، ولكن ما خليش واحد يمسك حاجه زي كده واحنا عارفين ان اللي علينا ايه؟ ثوراسيك مش لامبر، بس يخليني اقول ان دي ثوراسيك في اخر الثوراسيك فيرتبري لكن دي في اول الثوراسيك فيرتبري، دي لما امسكها اجي في الامتحان وهتلاقيني حاطط لك علامه سوداء فوق كده وعلامه تحت كده عشان اقول لك ان في اتنين ديمي فاسيت، انا مش بغششك عشان تعرف الاثنين ديمي فاسيت، واقول لك ايدنتيفاي ذا فيرتبري فتكتب كده تيبيكال ثوراسيك فيرتبري، هقول لك منشن تو اور ثري فيتشرز، اذكر لي الفيتشرز بتاعتها، هتكتب لي ايه؟ هتكتب لي ان هي لها بودي والبودي بتاعها هارت شيب، مش كده برضه ولا لا؟ ليها بيديكل ولها بيديكل ولها زي اي فيرتبري، لها بيديكل ولها بيديكل ولها لامينا ولها ترانزفيرس بروسيس ولها ترانزفيرس بروسيس، الله طب ما اللي انت قلته ده كله في اي فيرتبري، لكن انا عايز اقول بقى ايه الفيتشرز اللي تميزها هي؟ واحد البودي بتاعها هارت شيب، اثنين ان البودي بتاعها على السايد هاز تو فاسيتس، تكتب كده ان الترانزفيرس بروسيس بتاعها عند التب بتاعته في انذر فاسيت، يبقى الثلاثه اللي انت ذكرتهم دول مع الحاجات العامه لاي فيرتبري ان كل فيرتبرايه لها بودي ولها بيديكل ولها لامينا ولها سباينس بروسيس ولها كل ده معايا فيرتبري، انما اللي يميز اللي انت ماسكها لي دي وكتبت لي انها تيبيكال ان هي على الترانزفيرس بروسيس عليها فاسيت، ان البودي بتاعها عليها فاسيت، ان البودي بتاعها ايه؟ هارت شيب، ما يجيش واحد يقول لي ان البودي بتاعها صغير. معايا؟ اكتبوا كده. ما هي صغير زي بالظبط السيرفايكال فيرتبري، لكن ما احبش انا صغير، ما دي كبيره بس ثوراسي ودي كبيره. دي كانت زي دي
امسكها من عند البودي. شوفوا الاحجام حتى. مين فيهم اللي البودي بتاعها كبير؟ يعني لمبر. لمبر؟ الله اعلم. او ما اعمل ايه؟ بص على الفاسيت. لو بصيت على البودي ما اقولش البودي كبير والبودي هنا كان صغير. ما دي سراسي كودي سراسي. بس دي في الاول ودي في الاخر. ايه كبير وصغير؟ وعادل وسعاد راحوا كلوا الفول. ايه ما خلاص هي واحده بتقول ان دي هارت شيب. خلاص هارت شيب ان البسايد بتاعها عليه 2 فاسيت. طيب ابص لها تاني. انا متاكد انك سراسك فيرتبري وفي اخر السراسك فيرتبري عشان بطرخت شويه وكبرت شويه معايا. هل تفرق في الفيتشر؟ اه تفرق في حاجه. اصبر شويه لغايه ما تبص على مين؟ على السايد بتاع البودي. من عندكم كده تلاقوني راسم دايره واحده هنا كده في دايره اهي. احنا قلنا دايما الفاسيتات يبقى في الانتيرير في المنطقه. فين الانتيرير بتاع الفيرتبر دي؟ هنا ولا هنا؟ هنا الاسباين العكس طبعا. فانا قلت دايما البيديكل بيبقى في ان خلاص ان الفاسيت بيبقى فين؟ في نهايه البودي. طالما في نهايه البودي يبقى في اتصاله مع فهنا ارسم لك دايره واحده زي كده دايره معايا. مع ان في واحد تاني ناصح جه في الجنب هنا ورسم اثنين اهم. ودي ممكن تلخبط واحد في امتحان. انا داخل كده ولو انا مش حطيت العلامات ديت يجي واحد يقول ايه؟ اه انا شايف واحد اهو. واحد تاني اه انا شايف واحد. لان ده بلاستيك ما هواش فقرات زي دي حقيقيه. لو دي كنت اقطم رقبه اي واحد ما يعرفش دي دي سوراسيك ولا نمبر ورقمها كام كمان. انما مع وجود البلاستيك واختلاف الشركات ممكن يحصل فيه مشكله تظهر في حته ما تظهرش في حته تانية. فلو انا جبت لك فقره زي كده بس هجيب لك الكبيره اللي كانت معايا راحت مثلا زي دي قمت مثلا اهي دي عليها بدك الواحد اهو. لا اهدي اهدي لمبر. ليه عرفت منين ان دي لمبر؟ بصيت كده على البودي انا قاعد ادور فوق ولا تحت ما فيش. وبصيت على الترانزفيرس بروسيس. بالله عليكم ده ترانزفيرس بروسيس ينفع يكون فيه اي فاسيت؟ ده بوينت ده شارب ده زي الشوكه. انما بتاع السوراسيك فيرتبري تحسه ان هي ايه مكرش كده من اخره عشان يشيل التيوبريك بتاع تريب. لكن انا ممكن اجي على دي هستغلها برضه كبير هستغلها وهاجي في امتحان واقوم حاطط لك ايه دايره كامله هنا كده. فايوه فتكتب كده. ده اللي انا عايز اوصله لكم في النهايه. يا واد استنى يا واد استنى يا واد تكتب لي عليها ايه؟ اتيبيكال سوراسيك فيرتيبري. هسخر اقول لك ايه؟ منشن 3 اوف اس فيتش. تكتب ايه؟ هتكتب ايه؟ هنا بقى ايه؟ هارت شيب هارت شيب وان فاسيت اون ذا بيديكل. تكتبه كده مش على البودي قرب للبيديكل اكتر. وان فاسيت اون ذا بيديكل ترانزفيرس بروسيس ثين نو فاسيت سباينس بروسيس برود شورت ثيك. وضحت؟ براجعوها. سؤالك بقى الارقام المطلوبه صح؟ لا واحد بس. عارفين سؤاله ايه؟ يعني مثلا جبت لك فقره زي دي هي مش واحد طبعا. هي مش واحد لان واحد قلت اميز ما في واحد لما تشوفها تلاقي فيه ايه؟ لا سيبك من الفاسيت هنختلف. السباين بتاعها تلاقيه طالع كده زي الشوكه في ظهرها كده. يعني البودي هنا وهي طالعه كده. ومحدش يقول لي دي سي 7 انت مالكش سرفايفل مثلا يعني. وضحت؟ فلما يجي لك فقره وتكون الى حد ما تمشي ايه رايكم في دي؟ تي 1 لا برضه شوف شايف الفرق بين السباين ده والسباين ده؟ ده بدا يبقى عايز يبقى اوبليكلي وعايز يبقى فيرتيكال. ده معناها ايه؟ ان هو مش ترانزفيرسلي بس في اول السوراسيك فيرتيبري. وصلت؟ لغايه ما الاقي واحده اذا لقيناها يعني برضه لا عموما دولاب مليان. لا ما انا مش هجيب في الدولاب. عموما لو جيت لك على فقره زي دي ما ده اللي هتلاقوه. هدور عليها لغايه ما اجيبها وتلاقي السباين بتاعها كده. انا ما اعرفش برضه الله اعلم. انا مش عارف. اقوم باصص على الجنب هنا لو لقيتني راسم لك دايره كامله ونص والفيرتبرال اللي في ايدك صغيره والبودي صغير صغنن مش كبير
وعلى ثوراسك فيرتيبري. ايتيبيكال فيرتيبري، ما تكتبش ايتيبيكال لوحدها، دي بقى تكتب لي الفيرست ثوراسك فيرتيبري وبين هلالين تكتب لي ايتيبيكال. السؤال الثاني اللي هيبقى عليها برضه اذكر لي ايه الفيتشرز بتاعتها، فتقول ايه البودي بتاعها هارت شيب، ومن حقك هنا تقول وسمول ماشي، وان البودي بتاعها على نهايته فيه 1.5 فاسيت، والترانزفيرس بروسيس عليه فاسيت، والسباين بتاعها هوريزونتال سيتويتد. واضح؟ 2 3 4 5 6 7 8. هل مطلوب ان انا اقول ان دي 2 ولا 3 ولا كذا؟ لا، مطلوب اكتب ايه؟ لما الاقي ايش؟ نص ونص، وتقول الفيتشرز بتاعت التيبيكال اللي احنا قلناها، راجعوها. واضح؟ لما اقول لك واجيب لك فيرتيبري تلاقي البودي بتاعها بطرخ وتختخ قريب لللمبه، وتبص في الجنب لقيت عليها ايه؟ فاسيت واحد. طب افرض لقيت واحده مبطرخه وكبيره وعليها 1.5، هل ده يخليك تقول ان دي الفيرست؟ لا لا مستحيل. لا، دي ممكن تكون لعبة عند 9 وعند فقرة 8 9. مش طالب منك تقول لي 8 و9، انا طالب منك تقول لي ايه؟ ان هي ايه تيبيكا، طالما لقيت البودي بتاعها ايه؟ كبر. وهنا ممكن بس بعد ما اكتب ان البودي بتاعها هارت شيب. ليه؟ لان اللامبر فيرتيبري البودي بتاعها بيتغير شكله من الهارت شيب للكيدني شيب. يا سبحان الله، يعني شوف الثوراسك فيرتيبري في منطقه الصدر اللي فيها الهارت هي هارت شيب، واللامبر فيرتيبري في الابدومن جنبها على طول الكدني كدني شيب. عشان كده اقول لك في البقول لما تاكل البسله واللوبيا، عارف البسله واللوبيا؟ عارفها؟ كلتها قبل كده؟ الحبايه بتاعتها شكلها ايه؟ كدني شيب، تغذي الكدني. اللوز، سمعت عن حاجه اسمها عين الجمل؟ فتحتوها شفتها من جوه عامله ازاي؟ فيها سلكاي وجيراي زي البرين. ها؟ لا شكلك ما اكلتش كاجو قبل كده. اكلت كاجو قبل كده؟ فهمتوا يا جماعة الفيرتيبري فيها مشكلة؟ إذا كان حد عنده أي سؤال بعد كده تحت أمرك عشان الدكتور هيخش وراي. الريبس ما فيش فيها مشكلة. إحنا اتفقنا إن الريبس برضو بتتقسم إلى تيبيكال وإيش؟ التيبيكال. كل التيبيكال ريبس أو كل الريبس فيها فيتشرز واحدة اللي هي إيه؟ هيد. لا هيد. مش هقول بقى إن أنا شرطة قبل كده، والهند عليها كام فاسيت؟ 2 جيم فاسيت، وبعدين عندي كونستريكشن اسمه نيك، وبعدين عندي حاجه اسمها انت بتمرك على ايه؟ دول بيعملوا تمفصل مع مين؟ بس يا واد بس يا واد اسمه ايه المفصل اللي هنا؟ اسمه ايه المفصل؟ كوستو فيرتيبرا. نوعه ايه؟ سينوفي. بالكات بالطلب ماشي، يقول لي ده كان في سنه اولى انواع الجوينتس، ده سينوفي. المفصل ده كوستو ترانزفيرس مش كده؟ بعد كده بنشوف مين؟ الشافت. الشافت بتاعنا لما كنا خدنا فيه سكشن كان من فوق له ابر بوردر صح؟ ومن تحت كان فيه جروف وله لور بوردر شار، ابر بوردر راوندد، لور بوردر شار، كلوزد اللور بوردر من الانر اسبكت من جوه، في جروف اسمه كوستال جروف اللي ماشي فيه مين؟ الفان. بعد كده بقيه الرب زي ما احنا عارفين، ده كل الفيتشرز اللي في كل مين؟ اخر الرب من قدام بيبقى سريتد بالمنظر ده، بينه وبين كوستال كارتليج مفصل. المفصل ده كارتلاجينس اللي هو كوستو كوندرال اللي هو في النهايه دي الكارتليج. الربس بقى بيبقى جاي واصل هنا، ده الربس اللي هو القلم كده اللي هو لونه ابيض ده، هنا بيبقى كوستو ايه؟ كوستو كوندرال، ده كارتلاجينس وبيحصل له اوسيفيكيشن بعد كده. انما انتوا شايفينه ده كل ده الكوندرال كارتليج، يبقى في نهايته خالص الكوندرال في مفصل بينه وبين الاسترنم اسمه ايه؟ استرنو كوندرال صح مش ده قلناه؟ بلى. وده كارتلاجينس الا الاولان اللي انا سميته ايه؟ سندزموزس او فايبرس، وبتحرك مع المانوبريوم قطعه واحده. مين الريبس كل الريبس فيها الصفات اللي احنا قلناها دي؟ مين فيهم التيبيكال اللي بينطبق عليه الكلام ده؟ ومين اللي بيزيد عليه صفه او صفتين فيخليه تيبيكال؟ من 3 ل 9 ينطبق في الكلام اللي انت قلته ده. صح؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟
مين الاولاني اللي خلاه تيبيكال؟ ان الهيد بتاعته ست واحد عليها فاسيت واحد كبير وهو نفسه صغير، عليها فاسيت كبير وهو نفسه ايه؟ صغير. صغير. راح فين الصغير؟ حتى الفيرست ريد ما جابوش. لعنة الله. اهو لا مفيش لعنات. اهو شايفينه قد ايه؟ شايفينه؟ شفتوه؟ حد يتلخبط بين ده وده؟ حد يتلخبط بين ده وده؟ ها؟ شايفينه كويس؟ احفظوه. ده الفيرست، ده السكند. ايه اللي خلى ده فيرست؟ ان لو بصيت اولا هو شورتست، ثيكست، اتخنهم معايا. الهيد بتاعته لو قربت منها هيلاقي عليها كلها كام فاسيت؟ واحد. لونك لو تيوبريك، والتيوبريك اللي عليه فاسات، امال ايه اللي خلاها اتيبيكال؟ حاجتين، الاولى ان الهيد بتاعته عليه فاسات واحد، الثانيه وضعه غير وضع بقيه الريبس. بقيه الريبس وضعها كده، اذا كان ده الفيرست مثلا بقيه الضلوع كده. يعني ايه بقيه الضلوع كده؟ كل الضلوع لها ابر بوردر ولها لور بوردر، ده له انر واوتر. كل الضلوع لها اوتر سيرفيس معكوسه مع البوردر، اوتر سيرفيس وانر سيرفيس، انما ده له ابر سيرفيس ولور سيرفيس. يبقى دي تخش مع الصفات بتاعت التيبيكال ريبس، ان التيبيكال ريبس ليها كام بوردر؟ ابر ولو، واحد راوند خلاص عرفناها، ابر ولو، وليها كام سيرفيس؟ انما ده له كام سيرفيس؟ اثنين، مش اوتر وانر، ابر ولو، ولو كام بوردر؟ معكوسين مع دول. معاه؟ ايه اللي خلى اتنين تيبيكال؟ اتنين تيبيكال، اتنين تيبيكال، كل حاجه فيه تيبيكال. يعني الهيد عليها كام فاسيت؟ نص ونص. وليه نك؟ وليه تيوبريك؟ فيها فاسيت. وله شافت اللي هو ده زي ده، له كل حاجه زي اي ريب. اللي خل لا تيبروسيتي، اللي خلاه تيبيكال حاجتين، وضعه عامل زي اللي رقص على السلم، لا اللي فوق طالوه ولا اللي تحت شقطوه. يعني هو عايف لا منه بقى زي الفيرست ولا منه زي مين، يعني بقى واقف وضع ما اقدرش اقول له ابر سيرفيس ولور سيرفيس. السيرفيس بتاعته ابر واوتر، والسيرفيس التحتاني لور وانر. يعني خد من الحسنيين، خد من واحد وخد من الباقيين. نمره اتنين، ابص على الابر سيرفيس بتاعه الاقي في نصه بالظبط جزء عالي اسمه تيوبريكل. كل الضلوع لما تبص عليها مش هتلاقي فيها التيوبريكل ده. يبقى ايه اللي خلى ده اتيبيكال؟ وضعه ما بين الاول والباقي والتيوبريكل على الابر سيرفيس. واضح؟ طب لو جالك ضلع زي ده فيرست، ركزوا بعينيكوا قوي قوي. ايه رايكم في الاثنين دول؟ ده بيسموه زي الخنجر كده، شايفينه؟ بوينت. شايف ده؟ ده تعرف تعمل فيه اللي انا عامله ده؟ لا. تقدر؟ لا. وصغير، صغير. ولما تبص على الهيد بتاعته تلاقيه هو كله على بعضه قد كده، وراسه قد كده، عامل زي العيال المتخلف، راسه قد كده وجسمه قد كده. معايا؟ انا قلت حاجه؟ كل ما اجي اقول حاجه واحد يقول استغفر الله العظيم، يحسسوني ان انا مثلا بخرج من ال ما انا بقول عشان يضحك. استغفر الله. يبقى ده ايه؟ رب ايه؟ متخلف. وجسمه كله قد كده، ومالوش قيمه، ومالوش لازمه. حتى بالاماره كمان بالدليل هو موجود متصل بالفقره نمره 12 وطالع حته عشان يمسك فيه الدايفرام. انما هو مكمل؟ لا. في حاجات انتركوستال ماسكه فيه؟ لا. معايا؟ طب لو خلقته من مكان؟ ايه في مشكله؟ مفيش مشكله. ايه المشكله؟ حد يعرف يقول لي المشكله؟ مفيش مشكله. معايا؟ انما هو كمالة عادت.
واضح؟ برضه استغفر الله او انا واللي زيي واشكالي ما نعرفش فايدة. يمكن انتوا تقولوا في يوم من الايام وتعلموني اللي انت كنت بتقول عليه ملوش قيمه، قيمته كذا وكذا 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 وكذا، فبهت الذي كفر. واضح؟ ده لما تيجي تفحم واحد قدامك. والكفر في هذا المقام ليس كفر بالدين ولكن كفر بالعلم. يا عقول صغيرة، لما يجي واحد يعمل حاجة زي كده يقول لك اه والله، يجي واحد يقول لي يكفره او يكفر على ما كان عنده من علم فكشفه له فاصبح عالما بما كان قبل ذلك كفرنج له كافر. صح؟ ومن هنا جاءت كلمة ايه؟ كفر. مش كافر، يا كفر. واضح؟ علما وليس عقيدة، انما في العقيدة اللي يقرب مننا ايه؟ ناكله. خلاص؟ يبقى انا عندي الهد. الهد كبير؟ pointed end. pointed end. يبقى ده نمرة كام؟ 12. على طول قول واحد. 11 لو شفتوه. طب ده نمرة كام؟ في فرق بين ده وده؟ نعم. طب هو انا مش هجيب 11 وانا مش عندي هنا اصلا 11 عشان اوريه لكم، انما هتلاقوا زي ده مرتين، يعني ده ضعفه كده يعني كده يعني. فاهمين كلامها ولا لا؟ والهيد بتاعته يا واد اللي بالطب انا فاكرك عايز حاجه تاني. لو جيت لقيت الضلع قد ده وزيه بشكله شكله شكله بالظبط بس اطول من ده الضعف، احفظه بقى شكله، يبقى ده نمره 11. الراس بتاعته برضه هيد متخلف برضه، هيد قد كده، والبودي بتاعه ايه؟ سلندر كده نحيف كده وماشي على بوينتد برضه. واضح؟ انما في نهايته نمره 11 تلاقيه على استحياء وخجل كبير قريب من انه يكون له ايه؟ كوستال كارد، وهو له كوستال كارد قد كده. فلما بتقع بيبقى له ايه؟ رفنس قدام، انما الرب نمره 12 مالوش الرفنس دي وبيبقى بوينتد. تفهميني ولا لا؟ يبقى ده 11. حد يقدر يقول لي ان ده زي ده؟ احفظه والله والله ان كتبت اكتر من مره حط ده ويتكتب لي عليه فيست. احفظوه كويس، احفظوه معلش. معايا؟ والتكرار يعلم الشطار، بصوا عليه تاني وقربوا هنا وشوفوه. ده الفيرست وده ايه؟ يتبقى عندي في الريبس اعرف اذا كان ده رايت ولا ليفت ازاي؟ ده طبعا اعرفه رايت ولا ليفت ازاي؟ انا اعرفه. صعب عليكم تعرفوه. يبقى انا عندي الفيرست والباقيين، لو جالي ضلع زي ده اول ما اخش في امتحان ده يمشي معاكم ايه؟ تيبيكال ولا ايه تيبيكال؟ تيبيكال. ايه اللي خلاني ما قلتش عليه نمره 2؟ بصوا يا جماعه الفروق، شايفين الفرق؟ نمره 2 بصوا على السطح من فوق، مش انا قلت لكم فيها تيبيكال؟ وهتلاقوني عامل العلامه دي عشان اقول للاعمى يعمى، انا حاطط هنا مارك اهو، لكن لو حطيت دريب عادي مش هحط عليه حاجه. وضحت؟ واضح. طيب امسك ده 2، امسك ده، انتوا قلتوا معايا ده تيبيكال وده تيبيكال، اي حاجه من الاشكال اللي انتوا حاطينها دي تيبيكال. اعرفه بقى وانا داخل على الريب واقول لك ايدنتيفاي، ما تكتبليش عليه تيبيكال ريب زي التيبيكال فيرتبري والتيبيكال فيرتبري، هتكتب لي عليه رايت او ليفت تيبيكال، رايت او ليفت تيبيكال، رايت او ليفت فيرست. وصلت؟ طب اعرف ده رايت ولا ليفت ازاي؟ بحط الهيد والنك من ورا والكوستال كارتج اللي هي الحته اللي هي الرفنس ديت من قدام الكابنج ده، وبحطه ممكن يمشي كده ممكن يمشي كده. ابص على البوردرز بتاعته، البوردر اللي هتلاقيه راوندد خليه لفوق، والبوردر اللي هتلاقيه شارب خليه لتحت، والبوردر اللي شارب هتلاقيه جنبه الجروف اللي هو ده. في جروف هنا اهو هتلاقيني حاطط عليه خط كده اسمه كوستال جروف، يبقى ده من تحت. ينفع اعمله كده؟ لا بقى الشارب فوق. طيب نيجي بقى للفيرست ريب، اعرفه رايت ولا ليفت ده ازاي؟ الهيد والنك لورا والحته دي من قدام، وهبص له من فوق الاقي فيه الريجولاريتي، ومن تحت هتلاقي سموس. بصوا له كده كويس، قرب مني قرب مني، انا شايف حبنا اكتر، شايف الحته دي في الريجولاريتي فيها ولا مفيش؟ فيه. انت بتكذب عليا، انت شايفها من عندك؟ اه والله شايف. خلاص يا صادق،
زومت؟ ايه مزوم زوم تمام تمام؟ تمام شفت دي؟ هخليها ناحية القبر. الحتة اللي انتوا شايفينها دي انا هحط لكم عليها ثلاث حاجات من ناحية الهيد من ورا والشافت اهو. الريجولاريتي دي عبارة عن ثلاث حاجات، حاجة عالية وجروف وجروف. الجروف ده فور ساب كليفيان فين الامامي ده الخلف طبعا، والجروف ده فور ساب كليفيان ارتر ساب كليفيان ساب كليفيان، وده اسمه سكالين تيوبريكل. اجي في امتحان وهقوم حاطط لك كده اهو علامه، يبقى العلامه اللي انت حطيتها دي ايه؟ اسكالين تيوبريكل. اسكالين تيوبريكل اسكالين نسبة للعضل اللي انت خدتوها اسكالين اسمها. وبعدين وانت شايفها هتلاقي هعمل خط قدامها وخط وراها. الخط اللي قدامها قدامها من هنا امام فور فين، واللي ورا خلاص. ادا الاسكالين وادا جروف، هتحط ايدك عليها تلاقي ناعم. كلكم انتوا طالعين شوفوا بصوا على المنظر ده، ودا جروف ودا جروف. طب اعرفوا برضو رايت وليفت ازاي؟ هل ينفع بعد اللي انا قلته اسوي الرب داخل كده مثلا؟ لا لازم يبقى رايت معايا، ما ينفعش غير كده. طب ينفع كده؟ لازم الهيد والنك لورا على اساس امشي كده. ما ينفعش السموس بقى لفوق، لازم اخلي السموس لتحت. فهمني ليه؟ حاجه تانية، وانا داخل كده في اللجنه ولقيت الفيرست ريب مرمي كده قدامي، اخش له كده ابص له بصه كده خبيثه، قبل ما اقرب منه هكون عرفت اذا كان رايت ولا ليفت معايا. للاسف اللي ورا مش هيشوف. بص كده معايا على الرب لما اتحط، استقر مكانه ام لم يستقر مكانه؟ لم يستقر. طب ايه رايك لو عملته كده؟ لا مرتاحش. مرتاحش هو مش مرتاح. يعني ايه مش مرتاح؟ محطوط غلط. ده عشان اعرفك تعرف. ما هو واحد ممكن يقول لي انا مش عارف السموسنس من الرفنس، فين؟ مش شايفها. انا عبيط مش شايف، اعرفها ازاي؟ بعد كده هعرفك تعرف رايت ولا ليفت. انما الاول وانا داخل عليه لو لقيته مش مرتاح اريحه. هو مش مرتاح اريحه. مش مرتاح يعني مش محطوط في الوضع الطبيعي بتاعه، لا الابر ابر ولا اللور لور. او ما اقول له ايه؟ ارتاح. لو ارتاح اشيله على راحته دي واقوم جايبه عند جسمي كده واقوم حاطه بقى صح. يبقى ده تحت الناعم، وده اللي بقى فوق. يمشي كده ولا يمشي كده؟ لو مشي كده هتتعبوا تاني. ريح. وضحت؟ وضحت؟ دي مش هتلاقيها في اي حته، هتلاقيها عند العالم العفاريت بس. فتخش عليه ولما تبص تلاقي عينات في الـ في الريبس اللي هي في الكاديفرز الحقيقيه بتبقى واضحه قوي عن كده كمان. فعلا بتبقى النك والهيد بعيد عن الترابيزه خالص، انجيوليتد. فيؤكد الحمد لله جت فيك انت. هو عارف خلاص لا فاكس. لا فاكس فاكس فاكس. هلا والله مرحبا. ايه الغياب؟ في حاجة صح ولا ايه؟ انت معانا؟ انت خرجت، انا شايفك كنت موجود. مش كده ولا انا غلطان؟ انت كنت موجود ولا لسه داخل؟ على راحتك بقى. احنا كنا بنقول ايه؟ فاكس. لا فاكس دي هو فاهم. ريحه. 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 طول ما طلع متعبان يبقى انت حاطه ايش؟ غلط. اتفقنا كده؟ يبقى الاولاني عرفناه، والاخير نمره 12 عرفناه، واثنين عرفناه، والباقيين يبقوا تبك. وضحت؟ طب لما يجي لي الفيرست ريب اقول عليه ايه؟ هتكتب كده ايه؟ تيبيكال رايت فيرست ريب، او فيرست ريب رايت بين قوسين ايه تيبك. وضحت؟ هسالك واقول لك اذكر اثنين او ثلاثه فيتشرز له، مش كده؟ بلى. برودست ايه؟ وانفاسيت
هاد الهيد عليها كومبليت فاسيت واحد والابر سيرفيس رف واللور سيرفيس سموث، وعند الابر سيرفيس تكتب لي ايه؟ تطلع لي منه ثلاث اسهم اسكالين سب كليفين جروف سب كليفين ار. لما يجي السكند ريب هتكتب لي عليه ايه؟ تيبيكال ولا ايه تيبيكال؟ ايه تيبيكال؟ فاكرين الفرتبري كانت الايتيبيكال الاولانيه بس، انما هنا في الريبس واحد واثنين واخر اربعه. فلما اجي عليه واقول ايتيبيكال هقول ايتيبيكال سكند ريب او سكند ريب رايت ايتيبيكال او ليفت ايا كان، ولو ان الواحد ركز فيكم هيعرف ان الريبات اللي عندنا هنا كلها رايت وليفت. نمره اثنين ابص على ايه من فوق على حاطط علامه هقول عليها العلامه دي هتكتب لي ايه؟ تيوبريكال اوف ذا سكند ريب، يبقى ده الابر سيرفيس اللي ميزه ان هو ايتيبيكال. تكتب ايه؟ الفيتشرز بتاعته اللي خلته ايتيبيكال. الهيد عليها 2 فاسيت عادي 2 ولا انا غلطان؟ وان هناك ولات يبرك تقول له الشاف الشافت بتاعه الوضع البوزيشن ابر واوتر ولور وايه وانر، انما بقيه الحاجات ايه زيها. فاذا هو الحاجه واحده اللي بتميزه بس، مش هطلب 2 ولا 3 عشان كده ما بجيبوش. نمره 12 شفناه 11 ضعفه. ايه اللي ميز 12؟ ان هو ايه؟ زي شهر بوينتد ام والهيد بتاعته كبير متخلفه ومن غير استغفر الله العظيم، احنا استغفر الله العظيم في اي حاجه ثانيه لكن مش في الرب يعني. معايا ولا لا؟ اتفقنا؟ ما هيردوا عليا بسرعه. اذا ده نمره كام؟ 12. لما ضعفوا 2 على نفس الحجم اللي هتشوفوه ده يبقى نمره كام؟ انا مش طالب منك تكتب 11 و12 مش طالب، ولا 9 و10. ما 9 و10 ايتيبيكال برضه. ايه اللي يخلي 9 و10 ايتيبيكال؟ واصلين. لا 9 و10 مش من الاسترنال. 9 و10 9 و10 و11 و12 ايه اللي خلاهم ايتيبيكال؟ فاسد. ارجعوا تاني اسالوا نفسكم هي الفقرات 9 و10 و11 و12 كان عليها كام فاسد؟ واحد. يبقى الضلوع دي الراس عليها كام فاسد؟ واحد، وده اللي خلاها ايتيبيكال. يبقى التيبيكال ريبس من 3 قلنا لغايه 8، انما 1 و2 ايتيبيكال و9 و10 و11 و12 واحد عرفنا، 2 عرفنا، اخر 2 عرفنا 11 و12. امال 9 و10 اللي خلوهم ايتيبيكال مع انهم شكل التيبيكال بالظبط، شكل التيبيكال دول بالظبط شكلها ما فيش فرق بين الفرق الوحيد في مين؟ في الهيد. الهيد ده هتلاقي اسمها ايه؟ طيب هل معنى كده انك هتقول لي اكتب ان ده 9 و10 و11 و12؟ لا، الوحيد اللي هطلب منك رقمه هو الاول، والوحيدة اللي هطلب منك رقمها هي الأولى، سوراسك فيرتبري الأولى اللي عليها كومبليت فاسيت ونص. الضلع الأولاني اتعرف، الأخير يتعرف، بس ما تكتبليش 12. كتبت 12 مفيش مشكلة، لكن لو كتبت لي عليه ايتيبيكال تمام. استنى يا أحمد لما أخلص بس الاسترنال. الاسترنال ده سهل جدا مفيش فيه مشكلة، هو عبارة عن كام قطعة زي ما اتفقنا، عبارة عن المانوبريم وبعدين البودي وبعدين الزيفويد، وإحنا عرفنا إن هنا في مفصل ما بين المانوبريم والبودي كنا مسمينه ها مانوبريو استرنال اللي بيحصل له اوستيفيكيشن عند كام سنة؟ 40 ها 60، إنما دوت اللي تحت عند 40. والمفصل اللي بين الزيفويد والاسترنال اسمه إيه؟ زيفوستيس استرنال. لو أنتيريو سيرفيس راف، لو بوستيريور سيرفيس ناس، لو انتيريور سيرفيس سموس الى حد ما. البوستيريور سيرفيس لو جيت حطيت لك عليه علامه في الامتحان بالمنظر ده وقلت لك ايدنتيفاي ذا ماركت ستراكشر هنا، هتقول لي العضله اللي اسمها ايه؟ ستيرنو كوستاليس. اقول لك النيرف سبلاي بتاعها، هتكتب لي الانتر كوستال نير. طيب لما اجي لك ده بقى اقول لك اسمها ايه؟ هتقول لي اذكر الجوينتس اللي هي بتشير في فورميشن بتاعتهم وايه انواعهم. دي بجيبها عشان تقول لي اسمها مانوبرا مسترناي، وانواع المفاصل اللي بتشارك فيها استرنو كلافيكولار ساينوفيا استرنو كوندرال فيرست، اللي هو الفيرست ده الفيرست الفيرست استرنو كوندرال جوينت سندزموزيس فايبرز. السكند مش السكند ملحقنا ولا لا؟ السكند استرنو كوندرال والجوينت ده مانوبريوس، يبقى كام جوينت؟ استرنو عدوا معايا استرنو كلافيكول استرنو كوندرال استرنو كوندرال الثاني مانوبريو استرنال انواعهم ساينوفيا فايبرس كارتلاجينس كارتلاجينس. اذا ده مثال لكم نوع من الجوينتس في جسمنا؟ للثلاثه. ارجع بقى على البودي، البودي السايد بتاعه بيتمفصل معاه كام كوندرال كارتليجز من واحد من اثنين لكام؟ من اثنين لكام؟ اخر ضلع بيلحق عندي اللي هو مين؟ سبعه. يبقى من اثنين لسبعه. اخر حته اللي هي عند الجنكشن ما بين الزيفويد وبين الاسترنال اللي اسمها زيف استرنال، الانجل دي هي اللي بيجي لها الكوستال كارت بتاع الضلع نمره كام؟ سبعه. وضحت ولا لا؟ نعم. في عند حد عنده سؤال في الاسترنال ولا الريبس ولا الفرتبري؟ كنت هتسال حاجه.
وانت شفنا موضوع الرياضه ده الدكتور نافع. نعم عرفها زي رايت ولا اللي هي رايت انا كنت افتكر تقول لي رايت ولا استرن زي الاسبرين لما اديته الواحد ما كانت واحده بصراحه اديتها الاسبرين بقول لي رايت ولا لفت قعدت 10 دقايق كده كده وفي الاخر سالتني قالت لي هو ده اسبرين ولا هو ده اسبرين ولا كده سؤالك بقى عن ايه؟ سكند ريب ماله؟ ازاي اعرف السكند ريب رايت ولا ليفت يا جماعة؟ حد يرد علي هو راح فين يا حاج؟ ازاي اعرف ده رايت ولا ليفت؟ احنا قلنا الابر سيرفيس بتاعه لازم يكون في مين؟ تيوبريكل وعالية وكبيرة وتقربوا منها انا احطه لكم اهو ده الفيرست ريب والسكند ريب احطه هنا واحط لكم تيبيكال كل دول تيبيكال انتوا ماشيين لازم تعدوا عليهم وتشوفوهم واحط لكم نمره 12 تبصوا عليها وانتوا ماشيين ايه اللي خلى ده تيبيكال احنا قلنا في تيبيكال هنا ولازم يكون من تحت كله سموث ده مش محتاج تحطه عشان تعدله لا اول ما تخش عليه هتلاقي له في تيبيكال ده فخلي التيبيكال اللي فوق ما تخليهوش لتحت يخش معاك على طول ايه رايت المشكله كلها كان في مين في الفيرست تعرفوا رايت ولا ليفت ازاي فقلنا لا لازم اعمل له ايه رايح اعمل شيء لازم اعمل ايه اعمل ايه في الفيرست ريب عشان اعرفه اريحه ازاي ابقى داخل من بعيد كده في طالب شاطر يخش من ساعه ما دخل وهو عارف ده رايت ولا ليفت عارف وفي واحد يخش طبعا اللي قبلك هتلاقيه بيقعد يلعب فيه كده وبعدين يعمله كده ما يجيش من وراك يقول لك ايه رايت مثلا اقول لك ليفت وينه قلبه لك واضح انت تبقى داخل وعارف هو كده مرتاح ولا تعبان تعبان يبقى السيرفيس اللي انا شايفه ده الابر ولا اللور اللور بعدين متهيألي الكلام بتاع سهل كده مفيش فيه مشكله سؤال تاني سؤال تاني دكتور هيديكوا الوقت ولا ايه تعالوا بشري هذا الفيرست ريب طبعا تميز السوبيريور سيرفيس من الانفيريور سيرفيس السوبيريور سيرفيس يكون رف شوي الانفيريور يكون سموث وجود على الطاولة كذا كله تقريبا راكد على الطاولة اذا كان مقلوب تلقى الهيد والنك مرفوعات فوق هنا في ثلاث اماكن في سكرونيس تيوبركل وفي قدام السب كليفيان فين ورا السب كليفيان ارتري هذا بالنسبة للفيرست كيت فارق رايت وليفت زي ما قلنا حاول السوبيريور سيرفيس يكون فوق اصبر 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 بس خليك محلك عدم لا تحرك انا ايه ما حركت هذه حركت خلاص خلت طب خلاص قضيت من اهرة جلبة كيف تفرق هذه الرايت ولا ليفت السوبيريور سيرفيس يكون رف او زي ما قلنا ثلاث اماكن راح تحدد بالماركر والانفيريور سموث بعدين طبعا الهيد وراء الهيد والنيك يكون باتجاه وراء والشافت بس هذا يكون رايت التيبيكال طبعا رايت فيرست التيبيكال اي تيبيكال بس اوكي شنو عطوني بعد لو سمحت هذا السكند هذا السكند the same criteria head neck tubercle shaft الفرق بين الرار بين السكند وبين اي واحد ثاني التيبكال العاديات في السوبيريور superior inferior borders superior تلقى rounded أو concave لحد ما smooth اللي تحت راح تلقاه sharp في جنبه groove medially هذا بالنسبة للtypical زي واحد اللي يفرق بين السكند والباقيات انه نفس الكلام ما عندي superior border superior إلى حد ما مخفي فصل لي فوق إلى superior surface ولاترال surface
وفيه اتاتشمنت هنا في رفنس تيوبركل نفس التيوبركل اللي ورينا ولكن تكون على اللاترال اسبكت تحت سموث والمفروض الانفيريور بوردر شكرا دكتور لا يكون الانفيريور سيرفس يكون انفيريور وميديال بس رايت ولا ليفت هيد بوستيريور تيوبركل شافت تأكد ان السوبيريور سيرفس رف او فيه اتاتشمنت او تيوبركل سوبيريورلي اذا هذا رايت بوث هذا بالنسبة للسكن التيبكلز ما فيه شيء قلناهم كلهم تقريبا رايت ولا ليفت زي ما قلنا الشارب السموث بوردر يكون سوبيريورلي الشارب بورد يكون انفيريورلي خليه تحت الهيد وتيوبركل ورا راوندد اذا هذا رايت في باقي هذا مثلا 12 طيب هذا اللي تقل المهم هذا ريب اذا كان قصير بالشكل هذا فانه 12 ضعفه ونفس شكله هذا 11 ما في اي تفصيلات ولكن يكفي انك تقول سواء كان حتى ما اظن لازم تقول رايت ولا ليفت صعب يتحدد هو ما قال ها ما قال الدكتور قبل شوي ف 12 اتيبك الرب طبعا فرق بينه وبين 11 لان للذكر فقط انه الاند هير بوينتد في 11 راح تلقى في اتاتشمنت الكارتج صغير مره صغير فتلقاه شارب شوي مو بوينتد كذا واضح هذا بالنسبه للربس الفيرتيف عندي اولى صراحه يعني صعب شوي انك الاولى مو موجوده على ما يبدو ولكن اهم كريتيريا الاولى هذا السباين السباين أطول سباين موجود في الفيرتيبرا اللي هو 7 يجي بعده T1 يكون نفس 7 هوريزنتال ولكن هذا طبعا مو واحد هذا مو T1 يكون هوريزنتال كريتيريا في كل كريتيريا موجودة في كل الثراسك فيرتيبرا هارد شيفت بوديز واضح انا غمق شوي صام غمق شوي عشان يبان بس تمام السباين كل ما نزلنا كل ما نزيد الانجل حقته الى ما يصير في النهايه almost vertical تحت طبعا هنا يكون pointed في البدايه يكون pointed زي 7 كل ما نزلت يزيد الثيكنس واضح الفرق يزيد الثيكنس ليه وهذا المفروض يكون تحت هذا ترانسفيرس بروسيس اول فرق قلنا في الثراسك فيرتيبرا اللي هو الهارد شيب في شيء ثاني اللي هي الفاسيتس او الديمي فاسيتس موجوده على الجنب طبعا بس للانفورميشن هذا البادي فيديكال ولامينا اللي بين طبعا هذا الترانسفيرس بروسس اللي بين البادي والترانسفيرس بروسس فيتيكال بين البادي والسباين لامينا فقط في الثراسك فيرتيبري في تقريبا بين البادي والفيتيكال في اتاتشمنتس للريبس طبعا يختلف هذا اللي يخليك تفرق بينه وبين البقيات راح تحدد بماركر مو واضح هنا ولكن نحاول في واحدة محدد عليها شوف هذه السود بعدين هذه هنا محدد اوريدي نفسها ولكن اذا كان عندي متحدد ثنتين
واحدة فوق وواحدة نص فوق ونص تحت، مي بواحدة كاملة، نص ونص. فهذا التيبكال فيرتيبري شابك فيها من فوق هنا الرب، الرب حقها يكون شابكين اللي هو نفس رقم. إذا كانت مثلا رب ثلاثة راح تلقى هذه فيرتيبرا ثلاثة، وتلقى تحت رب اللي تحتها اللي هو أربعة. كفكرة فقط هذا التيبكال. بعكس الأتيبكال، الأتيبكال خاصة رقم واحد، رقم واحد طبعا زي ما قلنا راح تلقى تو هافز، نص ونص، نص فوق ونص تحت في كل التيبكال من اثنين إلى ستة. ثمانية إذا التيبكال ريبس. إيه إلى ثمانية، من اثنين إلى ثمانية. واحد اللي يميز واحد إنه راح يكون محدد زي كذا، واحدة فقط ونص تكون موجودة تحت هنا. واحد اللي هو الفيرست ريب، لا لا هي بس فكرة إنه يعني يكون واحد كامل للفيرست ريب بالشكل هذا ونص للسكند ريب. هذا اللي يفرق الفيرست فيرتيبري، طبعا تكون صغيرة بالحجم هذا، فيكون واحد كامل ونص صغير للسكند ريب. هذا اللي يفرق الفيرست فيرتيبري. طبعا الفيرست فيرتيبري مطلوبة تقال كذا فيرست فيرتيبري وش كيف ميزتها بالحركة هذه. طبعا في ايضا فاسيت ثاني موجود على الترانسفيرس بروسيس ليشبك مع التيوبركل اوف اني ريب بالشكل هذا. ترانسفيرس بروسيس يشبك مع التيوبركل اوف ذا ريب. هنا في فاسيت من الكراتيريا طبعا اللي تميز الثراسك فيرتيبري. بالتخصيص السريع الفرس يكون horizontal spine transverse process فيه فاسيت، هذه كلها ثلاثة vertebrae. في الفرست فقط فيه فاسيت كاملة للفرست rib ونص للسكند rib. هذا تقريبا اللي يميز الفرس عن الباقيات. من التيبكال طبعا الفرس يعتبر فرست اتيبكال، الباقيات من اثنين تقريبا الى ثمانية يعتبر اتيبكالز. كلهم فيهم نص فوق ونص تحت، نص هذا نص فوق ونص تحت. الباقي اللي على كلام الدكتور سواء كان 9 10 11 12، او في بعض الكتب 9 10 11، او في بعض الكتب الاكيد 11 12، يكون فست واحدة فقط للرب، واحدة بس. يعني مثلا لو فرضنا هذا 13، هذا الرب 12 أو 11 12، وهذا 12 رب، وهذا 12 رب يكون بالشكل هذا، واحد فقط ما في أي شيء ثاني زيادة، والباقي نفس الكرايتيريا. هي المشكلة فقط في تسمية الأول، والباقي يعني الربس إذا يجي في الامتحان يقول لك أذكر الرب، يعني وش الرب هذا؟ تقول يا إما typical vertebrae، تقول يا إما typical vertebrae أو atypical vertebrae، ما عدا الأول لازم يذكر اسمه والكرايتيريا اللي تميزه. ونقطة مهمة ركز عليها الدكتور اللي هي النقطة اللي يفرق الثراسك فيرتيبري عن باقي الفيرتيبري. ايه الفاسيتس والهارتشيوب. باقي السلام. ها؟ اللي هي الفاسيتس والهارتشيوب. باقي شيء؟ السلام. طيب يلا عالسريع. هذا هو اللي شارح عليه قبل شوي. وإذا فيه أوضح. هذا السترنم، هذا الأوتر سيرفيس حقه. السترنم مكون من ثلاثة أجزاء، مانوبريوم، بادي، غزيفوي بروسيس. طبعا هنا في غزيفوي سترنم جوينت، مانوبريوم سترنم جوينت. هنا حصل أرتيكوليشن بعد 40 سنة
articulation بعد 60 سنة. المنبريم الجوينتس اللي يكونها أربعة، أول شيء فوق هنا يكونها مع كلافكل، أول جوينتس بالشكل هذا تقريبا، مو مضبوط مرة ولكن إيه بالشكل هذا أول جوينت، سترنو كلافكلر جوينت، سينوفيال هذا سكند جوينت، فيرست اللي هو فيرست كوستو سترنو كوستال جوينت، فايبروس أو خلي فايبروس الحين فايبروس فيرست سترنو كوستال سكند جوينت سترنو أو مانيبريو، طبعا مانيبريو كوستو ما فرقات مانيبريو كوستال أو سترنو كوستال جوينت with the second كوستال كارتليج، طبعا هاف مو كامل، الهاف الثاني مكمل مع البادي، والفورث جوينت اللي هو مانيبريو سترنال جوينت، طبعا كل الاثنين الأخيرات هذولي كارتليجنس جوينتس لهم سينوفيل. المهم سلايدين كلهم، اذا كلهم تقريبا سينوفيل ما عدا هذا فقط فايبروس. هذا الباقي الثالث الرابع الخامس ويكمل الى السادس والسابع كل شبكات في البودي. كل شبكات في البودي الباقي الباقي بعد سبعة اللي هو ثمانية وتسعة وعشرة كلهم شبكات في الكارتليج of the seventh، كل شبكات في السبنث هذول هم، وهذا السابع كلهم شبكات هنا. طبعا السابع seven costal cartilage موجود في كل منطقة سواء كان في البادي في آخر البادي هنا وال في الاكزيفويد بروسيس. وش هي ثلاثة؟ اتاتشمنت للمصل ها هنا النص هنا في طالع من هنا وراح لل كوستال كارتلج او اللي هي الريبس سترنو كوستالس مصل طبعا في العملي مو هنا بس شكرا.